وفرويد رأيه إن الطفل بمجرد ولادته بيبتدي يشعر بالقلق لأنه انفصل عن جسد الأم، وبتبدأ تنمو عنده الفردية، ويشعر بضرورة تأكيد ذاته ضد الأب والأم، فينشأ الصراع بين إرادته وإرادتهم. في المحاضرة اللي جاية هنتكلم بالتفصيل عن طبيعة الصراع ده وعلاقته بنفسية الطفل. تقدروا بهدوء تتفضلوا. الصراع بين إرادة الأب والأم وبين إرادة الطفل بياخد شكل الصدام أو الحرب؟ أحياناً، لكن في الغالب الصراع ده بيولد عند الطفل الشعور بالذنب، بيستمر معاه الشعور ده لغاية ما يبتدي يتغلب عليه بأنه يعمل علاقات إيجابية مع الغير. ما تستعجلش، في المحاضرة اللي جاية هشرح ده بالتفصيل. لا الو، استاذ صلاح موجود؟ قولي له المدام، قصدي مدام مديحه ابراهيم. اهلا، خير؟ في موضوع مهم بقالي مده باجله وضروري نتكلم فيه مع بعض. مش هينفع في التليفون؟ طيب، ما انا جاي يوم الجمعه اشوف الاولاد، نبقى نتكلم. انا عايزه اقابلك قبل كده وعلى انفراد، ممكن؟ لا، على انفراد لا. انت خايف من ايه؟ هو انا هفترسك؟ عندك مانع تفضي نفسك ساعتين النهارده ونتقابل في اي مكان هادي قريب من شغلك؟ صلاح، لازم تخصص جزء اكبر من وقتك للاولاد. انت بتشوفهم مره واحده في الاسبوع وده مش كفايه، كده مش هتستقيم تربيته. يا سبحان الله، احنا مش متفقين من قبل ما ننفصل ان اسيب لك المهمه دي واتفرغ لشغلي؟ خصوصا بعد ما اكتشفتي بتحليلك العبقري ان خطر على تربيتهم، عشان عندي كل الامراض النفسيه اللي خلقها ربنا، بدايه من البارانويا لغايه جنون الهلاوس. ايوه ده صحيح، لكن انا شخصيا مديحه انا ما اسمحلكيش، احنا مش لسه متجوزين عشان تهزقيني، انا همشي. خلاص خلاص، ما اقصدش، انا اصلي بس اكتشفت ضروره وجود هيبه السلطه الابويه عشان يحصل التوازن النفسي لدى الاولاد. يا صلاح، والله انت استاذه متخصصه في علم النفس، احسن واحده تفهم خبايا النفس البشريه وتصلحها، مش ده كلامك؟ ايه اللي جد؟ فشل علم النفس؟ لا ما فشلش، بس احوال الاولاد اليومين دول مش عجباني، وانت بصفتك ابوهم يعني لازم تتدخل. غريبه، كل ما اسالك تقولي لي انهم مفيش بعد كده ومش ناقصهم اي حاجه. الحقيقه انا اضطريت اخبي عليك حاجات كتير. حاجات زي ايه؟ تامر نمره ضعيفه في العربي، وطارق سايب مذاكرته وبيلعب كوره ليل نهار، حتى كوكي ظهرت عليه ميول عدوانيه، المشرفات في الحضانه بيشتكوا منه كل يوم والتاني. وخبيت عليا ليه كل ده؟ يعني كنت متصوره اني هقدر اعالج مشاكلهم من غير ما احتاج لك. قصدك ركبتك العنجهيه ورفضت تعترفي باهميتي؟ صلاح، احنا اتفقنا ما نجرحش في بعض. طيب، المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا بقترح تاخد اجازة لمدة اسبوعين على الاقل وتتفرغ لهم معايا. انا كمان هاخد اجازة من بكرة، ما فاضليش في الكورس اللي بدرسه غير محاضرة واحدة عن التربية الحديثة وعلاقتها بالنمو العقلي عند الطفل. انا مدير شركة مش طابونة، مش سهل عليا اخد اجازة وقت ما انا عايز. حاول ارجوك، الموقف خطير،
في النهايه دول ولادنا احنا الاثنين، يعني امانه في رقبتنا، والتربيه النفسيه الحديثه للنشأ لازم. خلاص خلاص دلوقتي بس عرفت ان ولادنا امانه في رقبتنا. صلاح انت السبب في كل اللي حصل، اوعى تنكر. انت هنا هقدم على اجازه من بكره. تامر تامر عاوز ايه؟ شفت الاسد اللي ماشي في الشارع؟ لا انا شفته. برافو برافو. ايه هو في اسد بيمشي في الشارع؟ يا ابني الاسد جوه القفص والقفص في جنينه الحيوانات. لا انا شفته في الشارع. يا اخي خده على قد عقله وقوله طيب. اول لما شفته رحت مديله بنيه في سنانه، سنانه وقعت رحت جره من ديله. قصده على الكلب بتاع سمير صاحبه. لا مش الكلب ده الاسد. الولد ده عيان وماما مش عارفه تعالجه علاج نفسي. منظر تقابل بيه الاولاد؟ ما جيتش لابس بدله وكرافطه ليه؟ عايز افهم. نعم هتفرض عليا البس ايه؟ مفيش فايده، هتفضلي متسلطه عليا حتى بعد ما اتطلقنا. مش قصدي، انا كان يهمني انك تيجي رسمي عشان الاولاد تحس بالرهبه والاحترام ليك، ده مهم قوي نفسيا. يا سلام، علم النفس ده فعلا بحر واسع. سيبك من الهزار واسمعني كويس، أنا عايزة تصرفاتك مع الأولاد تكون صارمة، قراراتك حاسمة، رأيك قاطع، ما تبتسمش، وأول ما الأولاد يدخلوا عليك قابلهم بتجاههم. بتجاههم كده يعني؟ المهم ما تستسلمش لوجهات نظرهم، وإذا حد زنقك في سؤال ما انتش عارف إجابته اهرب بلا باقة. انت عارف طبعا إن أهم شروط التربية الحديثة تحتم. عارف
المرونة والكياسة في مواجهة عواصف الأسئلة المحرجة للأطفال. طيب هديهم خبر. يلا يا ولاد قوموا البسوا. هنخرج يا مامي؟ لا هتقعدوا مع بابي مستنيكوا في الهول. بابي؟ اه غريبة. ايه الغريب في كده؟ ده النهاردة الاثنين مش الجمعة. ومال فيها ايه لما بابي يجي النهاردة ويوم الجمعة واحتمال كل يوم كمان؟ هو خد اجازة من شغله؟ ايوه وهيدردش معاكوا في حاجات كتير قوي. يلا البسوا. ونلبس ليه؟ ما ينفعش كده؟ لا ما ينفعش. اسمعوا الكلام يلا. دقايق ويكونوا جاهزين. تشرب حاجة؟ لا مش أنا. ليه ما عمل لك فنجان قهوة؟ بطلتها وبطلت السجاير كمان. من أنت؟ من ساعة ما أعصابي استريحت. على العموم ده مش موضوعنا. على رأيك. اعمل حسابك إن الجلسة دي هتتوقف عليها حاجات كتير، وإذا فشلت النتائج هتكون خطيرة للغاية. ربنا يستر. بابا قول لي ايه؟ انت هتسيبيني لوحدي معاهم؟ لا طبعا هقعد معاكم. خلي بالك ما توجهليش اي ملاحظه تقلل من شأني، والا تاكد اني مش هقول لك اي كلمه تزعلك. اتفقنا. اتفقنا. تفتكر بابا هيقعد معانا ليه النهارده؟ واضح ان ماما عايز تخوفنا بيه. انا ما بخافش منه. هو بابي الرجل الاخضر؟ هتقول له ايه لو سالك عن الصفر اللي خدته في التاريخ؟ هتصرف. ده انا فوت في الحديد. هتتصرف ازاي يعني؟ سيبها لظروفها. انما خدت بالك ماما قالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت ان بابي احتمال يشوفنا كل يوم. قصدك ايه يعني؟ مش جايز يكونوا ناويين يرجعوا لبعض واخديننا احنا حجه. صح هيرجعوا لبعض. اسكت انت لسه صغير. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين يا مامي. جاهزين يا مامي. يلا يلا ورانا. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. شوفوا يا اولاد بابي النهارده جاي يدردش معاكم ويناقشكم في اموركم. وماله؟ المناقشه ليها سبع فوائد. السفر هو اللي ليه سبع فوائد مش المناقشه. لا المناقشه. السفر. انا قلت. وبعدين ايه اللي بسمعه ده عن اهمالكم في الدراسه؟ ليه نمرك ضعيفه في التاريخ يا طارق؟ بالذنبي. امال ذنبي مين؟ المدرس. ليه ما بتفهمش شرحه؟ لا بفهم. يبقى انت بقى اللي ما بتذاكرش. لا بذاكر بس هو اللي مستقصدني. ومستقصدك ليه؟ عشان بحب الكوره وهو بيكره الكابتن كيمو. مين الكابتن كيمو ده؟ مدرس الالعاب. وبيكرهه ليه؟ عشان بيحبني. مين اللي بيحبك يا ولد؟ كابتن كيمو. في مدرس هيكره مدرس تاني عشان بيحبك؟ ده معقول؟ ليه لا؟ الحقد بيعمل حاجات كتير. وبياخد عليه ليه؟ معرفش اسأله هو. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا عملت حاجة غلط. ايوه بتسأل اسئلة غريبة قوي. الولد هو اللي بيجاوب بطريقة غريبة وغير مباشرة. ايوه بيحاول يجرك لقضيه فرعيه وانت منساق له. يجرني لقضيه فرعيه ليه؟ علشان يبعدك عن القضيه الاساسيه. المشكله مش في علاقه استاذ التاريخ واستاذ الالعاب، المشكله في اهمال طارق لمذاكرته التاريخ. فهمت؟ فهمت. انا هحصره في النقطه دي بالذات. ايه
انا كنت بشرب. فواضح انك مضيع وقتك في لعب الكوره وما بتذاكرش لانك مش فاهم قيمه العمل. انت مش بتشوفوا النمله؟ نعم. هي النمله راجل ولا ست؟ ما دام قلت نمله تبقى ست. امال الراجل اسمه ايه؟ اسمه خلينا في موضوعنا. كلنا بنشوف النمله ازاي بتشتغل وتتعب وتشقى بصبر ومهاره واجتهاد، لكن اول ما بنرشها بالفليت بتموت. شايف الصفصطه؟ سيبيني افهم عايز اقول ايه. قصدك ايه؟ قصدي اقول ان النمله حشره ضاره ولازم نقتلها. يا ابني انا بتكلم عن الصبر والمهاره والاجتهاد في العمل. وايه يعني؟ ما الحرامي بيطلع المواسير بمهاره وصبر واجتهاد. اخرس يا ولد. بابي بيتكلم عن المجهود اللي لازم يبذله الانسان علشان يوصل لمراكز كويسه. يعني مثلا بابي كان بيطلع الاول على زملائه في المدرسه. ايوه فعلا انا كنت بطلع دايما الاول في المدرسه. كل سنه؟ طبعا كل سنه. في مره واحده بس طلعت التاني، الدنيا سودت في وشي ونفسه انسدت عن الاكل. طب وحضرتك عرفتي ازاي يا ماما؟ ما انا حكيت لها طبعا. اياميها انا كنت هموت من الزعل. للدرجه دي؟ بس التاني ده ترتيب كويس يا بابا. ما كانش ممكن يرضيني غير اني اكون الاول. احنا طبعا عارفين ان كل الابهات كانوا بيطلعوا الاوائل لان المدرسين زمان كانوا احسن من دلوقتي. بس ابو شريف ما كانش بيطلع الاول. مين شريف ده؟ ولد كده قليل الادب. ليه؟ اصل راح المدرسه اللي كان باباه تلميذ فيها وطلع شهاده انه كان بيطلع الاخير، وبابا دايما يقول له انه بيطلع الاول. طلعها ازاي دي؟ مش عارف، او طلعها وخلاص. بس انا اعرف ان الابهات كانوا بيطلعوا الاوائل. اكيد ابو شريف ده كان حاله استثنائيه، اكيد كان غبي. طبعا غبي قوي. خلاص انتهينا، يلا روحنا. تعالى هنا. انت كذاب، شريف ما طلعش شهادة من مدرسة باباه. وهو يعني بابي اللي كان بيطلع الاول؟ يا ابني خد نصيحة مني، لازم تتعلم تمشي امورك واللي تكسبه لعبه على رأي كابتن كيمو. تقدر تفسر لي ايه اللي انت عملته دلوقتي ده؟ وتروني ما قدرتش استمر. ده اسمه قلة حيلة وافلاس في المناقشة. انت مش سمعت طارق بيقول ايه على ابو صاحبه؟ انا ما كنتش بطلع الاول يا مديحة. ما انا عارفة انك ما كنتش بتطلع. أنا كان لازم أقول لهم كده عشان أشجعهم على المذاكرة. ولما الولد يروح المدرسة ويسأل عن ترتيبي، هو ده بقى اللي وترك؟ طبعا مش هيحصل. مين اللي قالك؟ ما صاحبه عمل كده في أبوه. ولا عمل ولا حاجة، ده طارق هو اللي ألف الحكاية دي. وألفها ليه ده؟ بيلهيك يا أخي علشان ما تأنبوش على إهماله في المذاكرة. الدرجة دي الواد ده خبيث؟ طلع لمين ده؟ أنا أبسط من البساطة. بقول إيه؟ نعم. إيه رأيك من باب الاحتياط يعني أفوت بكرة على مدرسة التوفيقية أوصيهم ما يكشفوش نمر لأي حد؟ يا سلام، هتفضل طول عمرك أناني ما بتفكرش غير في نفسك. تصبح على خير. عشان من أهله. بابي. أي. بعد إذنك يا بابي. ممكن تبقى تجيب لنا شهاده من شهاداتك نبروزها ونغلقها في اوضتنا عشان تبقى حافز لينا ونطلع من الاوائل زيك. مديحة أنا آسف.
انا فعلا كان المفروض اتصرف بطريقه غير كده. انا برضو معذور، اديك سمعت مديرك الواد قال لي ايه قبل ما امشي. الولد استغل ان عندك مرض الوسواس القهري ولعب عليه. يا مديحه انا ما عنديش وسواس قهري، بطلت طبقي دراستك عليا، طريقتك دي هي كانت السبب في انفصالنا. انت بتتصل بيا في نص الليل عشان تعتذر ولا عشان تعلي صوتك؟ ما علينا، انا بكره الصبح هعدي على مدرسه التوفيقيه وبعدين ابقى اجي بعد الظهر احاول اتفاهم تاني مع الاولاد. برضه هيقولي مدرسه التوفيقيه، سيادتك تروح بكره مدرسه طارق وتقابل مدرس التاريخ وتعرف منه سر اهمال الولد لماده التاريخ، فهمني؟ فهمت. اي اوامر تانيه؟ تصبح على خير. وقفت ليه؟ يلا اسبق انت. ليه مستني ايه يا اخي؟ وانت مالك؟ هو احنا لازم كل يوم نمشي مع بعض؟ انت مدرستك في حته وانا مدرستي في حته. على العموم انا عارف انت مستني مين. اوكي مش هغلس عليك، ماشي معاك يا عم. صباح الخير. صباح الخير. ما جيتش امبارح عشان تذاكر معايا ليه؟ اصل بابا كان عامل لنا اجتماع وصلى اختار علشان ما بيذاكرش. وانت ما صرختش على نمرك في العربي؟ ما لحقش، اصل طارق بوظ له الاجتماع. ما علينا، خلينا في موضوع. موضوع ايه؟ يعني انت مش عارفه؟ على العموم في كلام كتير قوي عايزه اقوله لك النهارده، هتيجي؟ الساعه 6 بالظبط، وقبل كده حاسه انك وانت راجعه من المدرسه. طيب، الاوتوبيس باي. صفر على عشرة الله يقفل جواك. معقول؟ لو سمحت. أعوذ بالله. سهل يا رب. من فضلك. اثنين على عشرة بدنا ننتقل من كوره وعد. طلبة دول ولا إيه؟ إذا سمحت. نعم. حضرتك الأستاذ تحسين؟ أيوه أنا تحسين، أي خدمة؟ أنا ولد الطالب طارق صلاح. ونعم الطلبة يا أستاذ. ونعم الطلبة. أهو. صفر من عشرة كالمعتاد. ليه يا أستاذ؟ ليه مصرين تجيبولنا ذبحة بأولادكم دول؟ ليه مصرين تعلموهم؟ حرام عليكم، أنا مش غاوي أموت ناقص عمر. أرجوك تهدى، أنا جاي أستفسر منك عن سبب ضعف طارق في المادة. تستفسر عن إيه يا أستاذ؟ ده ابن حضرتك بيتمتع بكمية غباء تعشي فرح، كمية غباء تكفي قارة بحالها. يا ساتر، للدرجة دي؟ وأكتر يا مفضال، ده ابن حضرتك رمزي مجسد لانهيار قيم التربية والتعليم. تصور يا محترم، الحصة اللي فاتت بسأله تعرف ايه يا ابني عن خفرع؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي خفرع يا فندم وينج ليفت نادي الترماعي. ترماعي وتوبيسي انا مش فاهم والله، ولكوا هيجيبوا لنا ذبحة يا استاذ. قلت له يا ابني خفرع ده واحد من ملوك العظام اللي بنوا الاهرام. قال يا استاذ في واحد لعيب اسمه حسين خفرع، مش ذنبي ان اللعيب سمى نفسه كده. قال مش ذنبه. قال تصور. غريبه، مع ان الولد اكد لي انه بيذاكر. يذاكر ازاي يا مفضال وابن حضرتك مخه في الكوره والكلام الفارغ؟ شوف يا استاذ، الولاد دول مش هنصلح حالهم الا اذا لغوا حصص الالعاب والحوش والفسح ونادي الترماعي وسرحوا البتاع ده اللي اسمه كابتن كيمو. مدرس الالعاب؟ ايوه يا سيدي. بالذمه يا استاذ، بالذمه، في واحد في الدنيا كل مهمته ثاني مد مد ثاني فوق تحت تحت فوق اربعات تشكيل. يا استاذ ده هو اللي مشجع الاولاد على البوظان، ده عمل لهم دوري بيزوغهم الحصص علشانه وابنك اولهم. والناظر ما بيتدخلش؟ الناظر؟ الناظر بيتملكه يا استاذ عشان يخش الماتشات ببلاش. الناظر برضه غاوي كوره؟ يا ريت. حضرة الناظر؟ حضرة الناظر ما يعرفش حاجة يا مفضل في الكورة أبدا، ده ما يعرفش الجون بيقف في حتة. أمال تعرف هو بيروح الماتشات ليه؟ حضرة الناظر بيروح الماتشات علشان كاميرات التلفزيون تصوره ويقول لمراته وأولاده في البيت باي باي.
اذنك لحسن عندي حصه. لو اتاخرت حضرت الناظر يوديني التحقيق وانا مش ناقص. هوب واحد هوب اثنين هوب ثلاثه هوب اربعه هوب خمسه هوب سته هوب سبعه هوب ثمانيه هوب واحد هوب اثنين هوب ثلاثه هوب بعد الحس هوب اربعه هوب ايه وصل الخلف دخل دور ايه صف. ظريف التمرين ده مش كده؟ ايوه ظريف. انا ولد الطالب طارق صلاح. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وسهلا. طارق ده ولد ممتاز في الكوره مش كده؟ طبعا. هوب هوب ابنك ده السيرتيفاك هايل. الشاش خطير. احسن واحد يعرف يطبق طريقه اللي يفوت يموت. اللي يفوت يموت؟ انا هفهمك. احنا لما بنلعب بطريقه اربعه ثلاثه ثلاثه يا كابتن الولد بسبب الكوره ما بيذاكرش وهيسقط في التاريخ. ده مش بسبب الكوره. عمر الرياضه ما تسبب فشل الانسان. بالعكس ده العقل السليم في الجسم السليم. امال بسبب ايه؟ مدرس التاريخ اصله راجل معقد وما عندوش روح رياضيه. من يوم ما شجعت طارق وعملته كابتن لفريق المدرسه وهو بيحاول ينتقم مني في شخص طارق. ليه؟ بيحقد عليا. لاني ما بختفيش من ماهيه المدرسه وبحقق دخل كبير في صفتي مساعد كوتش لفريق الناشئين في نادي مشهور. انت بتنهج ليه يا كابتن؟ اكيد بتشرب سجاير. اسمح لي لو فيها تكسر. مش هذا الكوتش ده بياخد قد ايه؟ بتختلف ما بين واحد والتاني حسب مهاراته وقدراته. انا مثلا متعاقد مع النادي على 2000 دولار. بسم الله ما شاء الله. 2000 دولار في السنه؟ في السنه ايه يا استاذ؟ في الشهر. ده بالاضافه الى مكافئات الفوز والتعادل والهزيمه. هزيمه؟ بتاخد مكافاه على الهزيمه؟ طبعا. وانا بتعاقد مع النادي اشترطت عليهم الهزيمه مسؤوليه اللعيبه. ربنا يزيدك عقبال ما تبقى كوتش اول. عارضين عليا في الامارات بخمس اضعاف المبلغ ده بس انا مش موافق. ليه؟ واسيب الناشئ لمين؟ ضروري اوصلهم للنهائيات الاول. دي مسؤوليه كبيره بقوم بيها تجاه بلدي. نصيحه يا استاذ صلاح، اهتم بطارق وشجعه رياضيا. البيت ليه دور زي المدرسه بالظبط. وانا اتنبأ لطارق بمستقبل كبير ما يقلش عن مستقبل زيكو الجوهره البيضاء. ده على شمال ما حصلتش. والكوره جوان. على اذنك. هستناك. اوعى تتاخر. لو اتاخرت هشوف حد تاني يذاكر معايا. سمسم بهزر يا اخي، ما تبقاش حنبالي بقى. جوجي عامل ايه؟ كويس. اخبار المدرسه ايه معاك انت كمان؟ كويس. طب الحمد لله. مامي فين؟ ماما جوه. طب ادخل دهلا. يلا جاي. بابي. نعم يا حبيبي. الميس حكت لنا على علي بابا والاربعين حرام. ماله؟ علي بابا اتجوز ست فقيره واخوه قاسم اتجوز ست غنية. ليه؟ ليه؟ اشمعنى قاسم يتجوز ست غنية وعلي بابا لا؟ عشان
علي بابا كان راجل قنوع. يعني ايه قنوع؟ يعني مش طماع. وقاسم كان طماع؟ ايوه. ليه علي بابا مش طماع وقاسم طماع؟ مش هم اخوات؟ ايوه، بس كل واحد اخلاقه غير التاني. ليه كل واحد اخلاقه غير التاني؟ عشان لازم في الدنيا يبقى فيه خير وفي شر. وقاسم شرير؟ ايوه. وعنده فلوس كتير؟ ايوه. انا عاوز ابقى شرير يا بابي. ولد اوعى تقول كده تاني، الشرير بيروح النار. روح عند مامي. يلا يبقى شرير. ماما بابا جه. بابا جه دلوقتي؟ طب روح اوضتك. لا انا عاوز اقعد معاه شويه. اسمع كلام بس، يلا روح اوضتك. اهلا. خير؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش قلت جاي بعد الظهر؟ انا اضطريت اجي دلوقتي عشان اديكي تقرير عاجل عن حاله الاولاد. ايه عملت ايه؟ رحت مدرسه طارق؟ ايوه. خلينا في تامر دلوقتي. ابنك ماشي مع بنته ودخل معاها العماره. سوسن دي بنت الجماعه اللي تحتنا. وايه علاقه تامر بيها؟ وراجعين مع بعض منين؟ سوسن مع تامر في الاعداديه، بيذاكروا مع بعض من السنه اللي فاتت. بيذاكروا مع بعض فين؟ في بيتها. دي حاجه مش جديده. ازاي بقى؟ انا اول مره اعرف. عشان مش عايش معاهم، واول مره من سنين تاخد اجازه وتتفرغ لمتابعتهم. وانت موافقه ان الولد يختلط بسوسن دي ويذاكر معاها؟ وليه لا، اختلاط الجنسين في سن مبكر مهم جدا لحمايتهم من اخطار كتير. للاسف التربويين عندنا غلطوا غلطه كبيره جدا لما فصلوا بين الاولاد والبنات في اعدادي وثانوي. بتكون النتيجه عقد نفسيه وانحرافات ومشاكل اول ما بيتقابلوا في الجامعه. انا لمست ده بنفسي. وانت تعرفي البنت دي واهلها؟ قصدي اخلاقياتهم يعني. من الناحيه دي اطمئن، البنت مؤدبه ومن بيئه كويسه، والدها والدتها تربويين. طب ليه سوسن ما تجيش تذاكر معاها هنا عشان تبقى عينينا عليهم؟ قصدي عينك انت عليهم. عشان تامر ملوش اوضه خاصه بيه، هيذاكروا فين؟ انما هي ملهاش اخوات. ممكن ما تشغلش بالك بالموضوع ده. مساء الخير يا بابي. مساء الخير. حضرتك هتتغدى معانا يا بابي؟ لا يا حبيبي، انا هباجي بعد الظهر ان شاء الله. لا خليك معانا، قولي له يا مامي. ما تخليك تتغدى مع الاولاد. عزومة مراكبية. لا لا معلش. انت ما بتحبش اكل مامي؟ ولد اتفضل اتفضل، ما احنا ما كملناش كلامنا. بابي، هو حضرتك رحت مدرستي النهارده؟ ايوه. انت عرفت ازاي؟ كابتن كيمو قال لي. مدرس التاريخ ما قالكش؟ لا. هو حضرتك قابلته؟ ايوه، وزعلان منك قوي، بيقول انك ما بتذاكرش والكره واخده كل وقتك. بس كابتن كيمو بيشكر في حضرتك قوي. حقيقي؟ ايوه، بيقول ان حضرتك راجل مثالي محترم وشخصيتك قويه جدا. ده هو اللي راجل ظريف جدا. على العموم ده مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا. بالعكس ده موضوعنا. تعرف لو حضرتك قعدت معاه اكتر يا بابي هتبقى اصحاب. ايه رايك يا مامي لو نعزمه هو وبابي الجمعه الجايه على الغدا؟ ونعزمه بمناسبه ايه؟ اصله مش متجوز وعايش لوحده، وعزومه حلوه كده تخليه يضمني لاشبال النادي. منافق. يعني ايه منافق يا بابي؟ بصرف النظر عن العزومه يا طارق، انا عايزك تعتمد على نفسك. مجهودك هو اللي هيوصلك للي انت عايزه. يعني حضرتك موافق؟ هو قصده مجهودك في المذاكره. لا بابي مش قصده كده. الله. ولد كل وانت ساكت. شبعت. شاي. زمالك مدرسه. اهلا حديث. زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسه. اهلا حديث. زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسة. مش ممكن، انت عندك سلبية في الشخصية وسهولة في الانقياد وتبعية للي اقل منك قيمة. ايوه فعلا.
انا عشت معاكي سنين طويله وانا تابعه لك. ده صحيح صلاح، انا مش اقل منك قيمه. انا اسف، انت اعلى، انت اعظم استاذه علم نفس في الشرق الاوسط كله. حضرتك بتتريق علشان تداري فشلك، بدل ما تمنع الولد من لعب الكوره عمال تقول له كابتن كيمو ده راجل ظريف، لمجرد ان الولد لعب عليك نفسيا واستغل نقطه ضعفك ومدح فيك. عمل اللي عمره امه ما عملته. اسمعي مديحه، انا ما فشلتش، لازم تفهمي ان طارق بيتكلم بلغه عصره. وانت بقى مقتنع باللغه دي؟ مش عارف، بس اللي انا متاكد منه ان اصدار الاوامر وهو في حالته دي مش هتجيب نتيجه. امال ايه اللي يجيب نتيجه؟ ده انت استاذه علم نفس وفاهمه، لازم نقرب من افكاره ونعيشها، نشاركه فيها. يعني يعني ناوي تعمل ايه؟ هشجعه في هوايته، انت عارفه الممنوع مرغوب، لو وقفنا ضده هيزيد فيها. وبعدين نحاول نخليه يعمل نوع من التوازن بين هوايته ودراسته، مفيش قدامنا غير كده. وافرض معرفش يعمل التوازن ده، نسيبه يضيع؟ يضيع مين؟ انت عارفه كابتن كيمو بيكسب كام في الشهر؟ كام؟ $2000. يعني 24,000 دولار في السنة، يعني مجموع مهيتي ومهيتك في 20 سنة. كل سنة وانت طيبة يا مدام، والكرة جوان، وما تنسيش طارق شماله ما حصلتش. صورة مارادونا. لا حكش احسن، حكش حديد. بس انت ما بتفهمش في الكورة، اوعى. يا مامي يا بابي يا مامي. في ايه في ايه يا ولاد؟ عاوز يشيل صورة حكش. سيب له الصورة، سيب له الصورة يا طارق. يا بابا ده انا هعلق مكانها صورة مارادونا ملك الكورة. مين مارادونا ومين حكش ده؟ يا بابا حكش ده لعيب مش اللي هو. معقولة يا بابا ما تعرفش مارادونا؟ احسن لعيب في العالم وكابتن الارجنتين، ده تمنه 15 مليون دولار. تمنه؟ هو بيتباع؟ طبعا مش محترف. يمكن قصدك 15,000. يا بابا 15 مليون، وانا هغشك. اتفضل، هو مكتوب في كل المجلات. ال15 مليون دول قبضهم؟ لا، النادي اللي بيشتريه بيدفعهم للنادي اللي هيبيعه، وهو بياخد 9 مليون. ايوه، ده غير ربع مليون بيقبضهم كل شهر. اصل اشول بيلعب برجله الشمال بس. امال لو بيلعب برجله الاثنين كان خد كام؟ اظن بقى كفايه كلام عن الكوره وتقعد تذاكر. بس مارادونا ما كانش بيذاكر، ولعب كوره وهو عنده 10 سنين، ولما كمل 15 سنة احترف. وانت عايز تبقى زيه؟ يا ابني مارادونا ده مش مصري، يعني بيلعب في بلد ظروفها غير ظروفنا. يا بابي هنا زي هناك، انا كمان 2 3 سنين كابتن كيمو يضمني لاشبال نادي الزمالك، وسنتين تانيين العب في الفريق الكبير، وبعدين في المنتخب القومي، وبعدين اعمل لي ماتش اعتزال اطلع لي منه ب60-70 ألف جنيه. هي كده، فهمتني؟ تذاكر نصوص ولا قواعد؟ لا نصوص ولا قواعد، نتكلم الاول شويه. إيه انتي؟ انا ايه؟ انتي شعورك ايه من ناحيتي؟ مش فاهمه. لا انتي فاهمه ومش عايزه تجاوبيني. تامر خلينا اصدقاء احسن. ليه؟ في حد تاني؟ لا بس. بس ايه؟ احنا لسه صغيرين، الحب ما فيهوش صغير وكبير. انا امبارح شفت فيلم البطل والبطلة في سننا بيحبوا بعض. فيلم ايه ده؟ روميو وجولييت. وكان اخرة حبهم ايه؟ انتحروا. وانت عايزنا ننتحر؟ لو عرفت انك مش بتحبيني هنتحر. لا اوعى تنتحر، تبقي بتحبيني. انا ذاكر بقى. بذاكر. تقدري تقولي لي هنزل بيه دلوقتي؟ لا قميص نظيف ولا بنطلون نظيف، يبقى هنزل بيه. يا وليه انت بطلي الاهمال اللي انت عايشه فيه ده؟ رستم وطي صوتك، انا مش خدامه في البيت ده، انا بشتغل واتعب زي زيك واكتر كمان. بدل ما تشخط وتنطر وتتامر هاتلي غساله في الاوتوماتيك. في الاوتوماتيك؟ وهجيب لك فلوسها من ايه؟ انت فاكر نفسك متجوزه مين؟ صنايعي ولا سمسار ولا صاحب بوتيك؟
وانت حد قالك تاخد بنات الناس تبهدلهم معاك؟ لما انت ما انتش قد الجواز كنت بتتجوزني ليه؟ ده انت عشت تتطهى. مش هنذاكر النهارده. اطلع منه يا روح، ده اصعب طير. ادي سمعة، ادي روح. مستني ايه يا ابني؟ مستمع. بص يا سمعة، اوعى اخدها منك. برافو. ازاي ده كسر؟ وايه يعني؟ امال يسيبه يفوت منه؟ ما يفوت هيجري ايه؟ ما هو لو فات هيجيب فينا جول. يا ابني وماله؟ مش احسن ما يكسره؟ وماله ازاي؟ انت عايز نتغلب؟ بابي انت مش مخليني عارف اتفرج. اتفرج. جول جول. يا ماما بسيطة. اسم ده علي يا ماما. حاضر. انا طب فهموني ايه اللي حصل؟ اتحمست. اتحمست؟ مشجع متعصب ما عجبوش تحمس رعب. اللي تهدب مفيش روح رياضية خالص. انا هرفع قضية على اتحاد الكورة. واتحاد الكورة ماله بقى؟ مش هو المسؤول عن الاهمال والتسايب ده؟ لا طبعا، اتحاد الكرة ملوش دعوة بالمتفرجين. الفرجة مسؤولية كل متفرج. وحضرتك اللي غلطان. أنا؟ آه طبعا. تصوري يا مامي، قاعدين في وسط مشجعين الزمالك، جابون في الزمالك، ألاقيه يهتف بأعلى حس ويقول جول. خد له زلطة طبعا، افتكروه أهلاوي. بالزي ما في حد يعمل كده. اتعلموها بقى. والله برافو، ده ايه العبقرية اللي انت فيها دي يا كابتن؟ ما كنتش عارف ان في مشجعين بالشراسة دي. ومين قالك تقوم تهتف مادام ما بتفهمش في الكورة؟ انا ما هتفتش عشان الكورة دخلت الجون، انا هتفت عشان ارضي طارق واشاركه حماسه. يعني كانت دوافع تربوية. ونعمة التربية. وناوي حضرتك تستمر على كده كتير؟ ضروري، لازم اكسب طارق لغاية ما اقدر اخليه يعمل الموازنة اللي قلتلك عليها بين هوايته ودراسته. العفو بيه، مع الف سلامه. متشكر قوي. انت ليه قلت لعم شلطه يا كابتن؟ عشان هو كابتن فعلا. كابتن؟ كابتن ايه ده؟ عامل اوضه الملابس. اه عامل الملابس ده كان كابتن فريقنا القومي في الاربعينات والخمسينات.
قد فرقنا في الاولمبياد، سجل في حياته الكرويه 500 جون. كانت الجماهير بتهتف باسمه وبتشيله على اعناقه، كانوا مسمينه ساحر الكره الشلاطه. مش معقول حقيقي يا بابي، انما حضرتك عرفت كل الحاجات دي منين؟ قريت عنه، وهخليك تقرا قصه حياته مطبوعه في كتاب. غريبه، امال ايه اللي عمل فيه كده؟ اصله ما اتعلمش، وبعد ما اعتزل ما لقاش غير الشغلانه البسيطه دي. وما اشتغلش ليه في التدريب او التحكيم او التعليق مثلا؟ عشان التدريب والتحكيم والتعليق عايزه دراسه وعلم، وهو حتى ما خدش الابتدائيه. مش هو بس، في لعيبه تانيه كتير زيه كده اهتموا بالكره على حساب دراستهم، والنتيجه بعد ما اعتزلوا الناس نسيتهم وبقى حالهم زي ما انت شايف كده. ده غير لعيبه تانيه خالص. زي مين يا بابي؟ زي صالح سليم مثلا، عارفه؟ طبعا. في حد برضو ما يعرفش صالح سليم؟ اهو صالح سليم كان بيلعب مع كابتن شلطه في الخمسينات. شوف الفرق الكبير بينهم دلوقتي. صالح رئيس النادي الاهلي وراجل اعمال معروف وما زال مشهور. عارف ليه؟ ليه؟ عشان صالح اتعلم ودرس وخد شهادات، ما اعتمدش على الكوره وبس. فهمتني؟ فهمتك يا بابا. وانت بقى تحب تبقى زي شلطه ولا صالح سليم؟ زي صالح سليم طبعا. اتفقنا، ولو طلعت الاول على المدرسه السنه دي هخلي كابتن كيمو يشركك في اشبال النادي. ان شاء الله هطلع الاول يا بابي. غمضي عينيك. ليه؟ غمضي بس. ايه رايك؟ الله، حلو قوي. لمين ده يا تامر؟ ليكي طبعا. بمناسبه ايه؟ بمناسبه حبنا. انا ما اقدرش اخده يا تامر. ليه؟ هقول لماما ايه؟ قولي لها قولي لها واحده صاحبتك جابتهولك، او انت اشتريتيه. يعني اكدب؟ كدبه بيضه. مفيش حاجه اسمها كدبه بيضه وكدبه سودا. عندك حق. والحل ايه؟ الدكتور شغال ايه؟ سامعيني كده تاني يا ست هانم؟ ايه؟ ما سمعتش عنها؟ انت الظاهر عليكي عايزه تدخلي مستشفى الامراض العقليه وهتتجنني. ليه؟ خساره فيا ولا كتير عليا لما تريحني من الشقه ده؟ اقل مننا وجايبنا. المعركه بتاعت كل يوم بدات، احنا اللي هنعرف نذاكر ولا نتكلم في البيت ده. نتقابل بره يا سوسو. ما اقدرش يا تامر، ما اقدرش. الله. شايفة مامي؟ 48 من 50 في التاريخ. هايل، وعد الحر دين عليك. برافو عليك. غريبة، ايه سر التقدم المفاجئ ده؟ علم النفس، ولسه هتشوفي نتائج احسن من كده. بابي. ايه يا حبيبي؟ ايه الكلمة دي؟ القطة تلعب مع صغارها. يعني ايه صغارها؟ يعني ايه ولادها. هي القطة ست؟ ايوه. والستات بس اللي بيولدوا؟ اه طبعا. الرجاله مش بيولدوا؟ لا ما بيولدوش طبعا. ليه؟ عشان انت شايف ان بقى مليان بالاكل اهو. انت بتتكلم وانت بتاكل اهو، قول بقى. لما اجي اكبر هقول لك. انت هتفضل تاكل لغايه لما اكبر؟ اسمع يا كوكي، لو سمعت الكلام وبطلت شقاوة انا هفسحك فسحة كويسة قوي يوم الجمعة. حاضر. حبيبي يلا روح العب. على فكرة انت ركزت على طارق ونسيت تامر وكوكي خالص. بكرة هعمل زيارة مفاجأة للحضانة عند كوكي. ونزلوا اللصوص من على ظهور الخيل ومعاهم اكياس كبيرة قوي. علي بابا قاعد يراقبهم من فوق الشجرة. عدوهم علي بابا لقاهم 40 حرامي. بصلهم كده، راحوا واقفين كلهم اتجمعوا قدام الصخره الكبيره قوي. واحد منهم صرخ كده وقال افتح يا سمسم. راح باب المغاره مفتوح، دخلوا كلهم واتقفلت عليهم المغاره. يا ميس يا ميس، عاوز ايه؟ مين سمسم ده؟ سمسم. سمسم دي كلمه السر. يعني ايه كلمه السر؟ يعني الكلمة اللي اتفقوا عليها اللصوص علشان تتفتح باب المغارة. هو الباب ملوش مفتاح؟ لا. ليه؟ هو كده صدعت لي دماغي بأسئلتك البايخة دي. يلا يلا قوموا العبوا يلا. سامع
الكوره. لا انا ما اسميش سامح. اسم عينه. لا انت اسمك سامح. لا انا عينه. لا انت سامح. لا انا عينه. كده طب خد. ايه عفريت ما بتسمعش الكلام ليه؟ اعمل عيب كده ما يصحش اللي انت بتعمله ده على طول كده. جننتني انت شاي قوي. اعمل فيك ايه يا شيخ؟ اعمل فيك ايه؟ في ايه بتضربي لي ايه؟ انت والده؟ ايوه. ابنك ده مش معقول ابدا يا استاذ، كل يوم يضرب طفل من الاطفال. معلش هو شقي شويه. شويه؟ ده طفل عدواني محتاج لعلاج. شوف لك حل معاه، انا خلاص اعصابي تعبت منه. ارحمونا بقى، هي دي حضانه ولا مرستان؟ اتفضل روح جيب شنطتك. تعال. مين ايمن ده؟ اخوه. واللي يحب واحد يقوم يضربه عشان اعلمه. تعلمه ايه؟ اعلمه يعني اعمل له علامه في وشه ومن اعرفه من بعض ازاي. اصل سامح وايمن دول توأم شبه بعض بالظبط يعني. وطول واحد اعمل ايه؟ اسال كل واحد عن اسمه قبل ما تكلمه او تلعب معاه. ما انا عملت كده، ضحكوا عليا. ايمن يقول لي انا سامح وسامح يقول لي انا ايمن. أنا مش قلتلك قبل كده تبقى تحط وردة لسامح علشان تفرق بينه وبين أيمن؟ حطيت له وردة رماها، أعمل إيه؟ تعمل. أنت عايز تفرقهم من بعض ليه؟ ده سؤال. عشان أعرف مين سامح ومين أيمن. بابي. نعم. لو كنت مكاني تقدر تفرق بينهم من غير ما تضرب سامح؟ العدوانيه اللي عندك، قصدي عشان اوعى انت تضرب سامح. مفهوم؟ مفهوم. لازم تعرف ان الضرب جريمه، اي واحد بيضرب التاني بيحبسوه. هو الضرب جريمه؟ ايوه طبعا. امال ليه مامي ساعات بتضربني؟ خلينا فيك انت لو ما ضربت سامح بعد كده انا هفسحك كل اسبوع وهزود لك مصروف. الضرب ده فكره الشيطان يا هو، والشيطان شرير فاهم. انا لما ضربت سامح دي مش فكرة الشيطان، دي فكرتي أنا. طب يلا
يلا نشوف لعبة تانية. مين قال لك اننا نخش؟ تعال. حرمك تزيد في عيني وقلبي اذا لقصت موازين الرجال. من قائل هذا البيت؟ قل انت. البحتور يا استاذ. احسنت. في اي غرض؟ في غرض المدح. عظيم. مدح من؟ الدكتور. احسنت. طيب من يقدر يقول لي بيت شعر اخر للبحتوري في مدح المعتز بالله؟ قول انت. ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ البحتوري له ثلاث قصائد في المقرر. الاولى في مدح ابن طولون، الثانيه في مدح المعتز بالله، الثالثه في ذم المعتز بالله. ما حفظتهمش. ليه؟ اصله ما بيعجبنيش. يعني ايه يا ولد ما بيعجبكش؟ مش هو بس، كمان المتنبي ابو تمام. وانت مين يا ولد انت علشان ما يعجبكش الشعراء العظام دول؟ ده رايي يا استاذ، وكل واحد حر في رايه اذا لم يضر. اخرس، اطلع بره، محروم من الحصه اسبوعين، وصفني في اعمال السنه. ما ترجعش انا معاك ولي امر. مين يقدر يقول لي بيت شعر اخر للبحتوري في مدح المعتز بالله؟ اهلا سامي، ادخل. ايه في ايه؟ لو سمحت يا بابا، ممكن حضرتك تيجي بكره معايا المدرسه؟ ليه؟ مدرس العربي طردني من الحصه واداني صفر في اعمال السنه، وقال لي ما تجيش الا ولي امرك معاك. ليه؟ عملت معاه ايه؟ ابدا، طلب مني اقول بيت للبحتوري، قلت له ما بيعجبنيش، طرد. ما شاء الله. البحتوري ما بيعجبكش؟ ليه؟ اصله منافق. مش هو بس، المتنبي ابو تمام كمان. الثلاثه منافقين؟ ازاي؟ كانوا بيمضحوا عشان ياخدوا فلوس، وان ما خدوش يشتموا. اهو اقرا حضرتك. في مدح المعتز بالله، اذا بدا وجلال الملك يغمره حسبته البدر وفي حسنه الكمل. قام اداله بومب وما رضاش يزرفه، راح حفه قصيده كلها شتيم. اهو اتفضل. في ذم المعتز بالله، لئيم الجدود والفعال فما له اب داخل في الاكرمين ولا فعله. واذا الكلب قاء جاء بمثلي عمك التافه وخالك. زخرفت فيك مديحا كله كذب فكنت اكذب من مدحي وتأميلي. بالذمه دي اخلاق يا بابي. طالب تامر صلاح. أعوذ بالله، لا علم ولا خلق. يا أستاذ محفوظ، حضرتك طردته من الحصة لأن طور على فحل من فحول الشعراء العرب. المسألة يا فندم ما فيهاش تطاول ولا حاجة. الولد له وجهة نظر، حضرتك ما اديتلوش فرصة عشان يشرحها لك. وجهة نظر لما يتجاوز 14 من عمره، وله وجهة نظر. ليه لا؟ اسمحني أوضحها لك. تفضل، نحن في زمن الأعاجيب.
تماما متفق مع سيادتك ومعايا ومع كل الناس ان البحتوري وابو تمام والمتنبي شعراء عظم. اين المشكله اذا؟ المشكله انه لاحظ انهم كانوا بيتملقوا الحكام والامراء عشان الفلوس، ولما ما ياخدوش ينقلبوا لشتامين. وده ايه علاقته بان الولد ما بيحفظش اشعارهم؟ ايه علاقته ازاي؟ الولد رافض اخلاقياتهم، ازاي يحفظ اشعارهم؟ يبقى هيرسب. يرسب؟ اي نعم يرسب، من رسب يرسب رسوبا. يرسب ازاي؟ وانت دورك ايه؟ انت مش معايا ان كلام تامر منطقي؟ يا استاذ انا مدرس لغه عربيه، مش مصلح اجتماعي ولا خبير تربيه ولا مسؤول عن تحليل سلوك الناس وتقويمهم. ازاي اذا كان اسمها وزاره التربيه والتعليم؟ وانا مش وزير التربيه والتعليم، انا مجرد موظف. وحتى لو كنت وزير مش معقول هروح اطلع البحتوري وابو تمام والمتنبي من قبورهم علشان احاسبهم. دول ماتوا من زمان جدا يا استاذ. والحل؟ الحل ان ابنك يحفظ اشعارهم علشان ينجح. الولد مش ممكن هيذاكر ويحفظ الا اذا اقتنع بقيمه اللي بيحفظه. مش مشكلتي يا استاذ، روح ناقش مدير الاداره التعليميه وحل عني، هو انا ناقص. عملت ايه يا بابي؟ خلاص يا تمام، المدرس عفى عني، روح انت على الفصل. والبحتور؟ هروح. هتروح فين يا بابا تمام؟ ممكن اعمل سيد مدير الاداره؟ في معاك؟ لا. اسم حضرتك ايه؟ صلاح سليمان. حضرتك عايزه بخصوص ايه؟ البحتوري. نعم، قصدي موضوع عام، موضوع خاص يعني. طب اتفضل استريح لحد ما يخلص اجتماعه مع السيد المدير العام. اتفضل يا فندم. الاداره نورت يا فندم، حصل لنا عظيم الشرف يا فندم، حضرت اهلا ونزلت سهلا. أراك تزيد في عيني وقلبي إذا نقصت موازين الرجال، وإذا بدوت وجلال الملك يغمرك حسبتك البدر وفي حسنه الكمال. شرفت يا فندم، اتفضل يا فندم. مع ألف سلامة. ألف سلامة يا فندم، مع ألف ألف سلامة. ها، في حد عايزني؟ أيوة الأستاذ. أفندم في إيه؟ لا مفيش أي حاجة، أنا كنت جاي عايز أقول لحضرتك حاجة. أيوة. يا نئيم الجدود والفعال، فما لك أب داخل في الأكرمين ولا فعل؟ اتجنن ده ولا إيه؟ خلاص يا تامر، بابي شرح وجهة نظرك للمسؤولين، وإيه النتيجة؟ أياً كانت النتائج، المناهج مش هتتغير بين يوم وليلة، وأنت امتحاناتك فاضل عليها شهرين. أذاكر حاجة أنا مش مقتنع بيها؟ يا ابني القضية دلوقتي إنك تنجح، مسألة الاقتناع دي ملهاش حل دلوقتي. كده يبقى انا عملت زي المتنبي والبحتوري وابو تمام. يعني ايه؟ كلهم بيمدحوا الملوك علشان ياخدوا منهم فلوس وهم بيكرهوهم، وانا بذاكر كلامهم عشان انجح، يبقى انا كمان منافق. يا ابني ما هو قصايد ابو تمام والبحتوري والمتنبي فيها صور جماليه زي التشبيه والاستعاره والكنايه. سيبك انت من المعنى، استفيد انت بقى بالصور الجماليه دي. اول مره اعرف ان النفاق حاجه جميله. انا متاسف يا بابا، انا مش هقدر اذاكر نصوص. عن إذنكم. وبعدين يا صلاح؟ للأسف هو صح، الأجازة دي خلتنا اكتشف إن جزء كبير من مشاكل الأولاد مع المدرسة مش هم السبب فيها. مساء الخير يا طنط. اهلا يا ساوس. تامر موجود؟ اه موجود. اصلي كنت عايزه اديله الكتاب ده. هو في اوضته جوه، ادخلي له يا ساوس. ساوس. ايوه. قولي يا حبيبتي، انت بتذاكري قصايد البحتوري وابو تمام والمتنبي؟ لا. لا ليه؟ اصلا هم منافقين، وانا وتامر متفقين على كده. متفقين؟
تامر نشر دعوته. اهلا يا سوسو، في حاجه؟ لا، كنت جايبه لك كتاب التاريخ و بعد اذنكم خد راحتك. يلا يا اخوكي. بعد اذنكم خد راحتك. انتوا ايه اللي خباكم الاوضه؟ لا ابدا شويه كده. لا ابدا شويه كده. مالك يا سوسن في ايه؟ ضروري قابلك النهارده. فين؟ عالناصيه بعد شويه، اوعى تتاخر. قالت له نصيف السنه دي في مراكش. قال لها منين؟ قالت له اللي عايش معاك يندفن بالحياه. قال لها انت اللي متضايق، وكلمه منه وكلمه منها رمى عليها يمين الطلاق. اتطلقوا؟ ايوه، وخد شنطه هدومه ومشي. طب بس يا سوسو، انا ما اقدرش اشوف دموعك دي. انا مش بعيط عشان اطلقه، لاني كنت متوقعه ده من زمان، لانهم كانوا كل يوم بيتخانقوا مع بعض من وانا لسه صغيره. عادي زي بابا وماما. امال بتعيطي ليه بس؟ بعيط لاني اكتشفت ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها الحب. تخيل بابا وماما متجوزين عن حب، ومع ذلك عمرهم ما اتفقوا ابدا. زي اللي حصل مع بابا وماما. هما اتطلقوا ليه؟ مش عارف، انا كنت لسه صغير. بابا وماما اتطلقوا بسبب الفلوس. ايوه، كل خناقاتهم كانت بسبب الفلوس. ماما كانت شايفه ان بابا مقصر في طلباتها وطلبات البيت، وبابا كان بيقول لها معيش. واظن انت سمعت بنفسك. ومين اللي كان غلطان، باباكي ولا مامتك؟ مش عارفه، بس اللي متاكده منه ان الفلوس هي كل حاجه في الدنيا. عشان كده انا طلبت قبلك النهارده يا تامر. احنا مش لبعض يا تامر. انت بتقولي ايه يا سوسن؟ اسحبيها لو سمحتي. لا، لو بتحبيني صحيح خلينا زملاء وبس. مش ممكن. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ عشان صعب ننهي حبنا نهايه سعيده ونتجوز. انت لسه قدامك 3 سنين ثانوي واربع سنين جامعه وسنه جيش وثلاثه قوة عامله، وشوف قدامك قد ايه عقبال ما تلاقي شقه. واذا لقيتها تضمن ان احنا ما نتخانقش كل يوم زي بابا وماما بسبب الفلوس، وتنتهي حياتنا بماساه. مش هنتخانق ما دام بنحب بعض. ما انا قلت لك ان بابا وماما كانوا بيحبوا بعض، لكن على راي ماما ان دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. الحب معناه انك تبقى غني. هبقى غني؟ هعمل مستحيل عشان احقق لك طلبات. امتى؟ بعد 20-30 سنه، بعد ما نكون عجزنا؟ لا يا تامر، خلينا عاقلين وبلاش نضحك على بعض. انت من طريق وانا من طريق. كده بعد الحب ده كله تخدعيني؟ انت كذابه ومنافقه وماديه. انت زيك زي البحتور والمتنبي ابو تمام. بكرهك. تامر اوعى. تامر تامر. ايوه يا ماما. مالك يا حبيبي، سرحان في ايه؟ ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ بفكر. تفكر؟ تفكر في ايه يا حبيبي؟ في ولا حاجه. في حد في الدنيا بيفكر في ولا حاجه؟ انا اصلي زهقان. زهقان من ايه؟ زهقان من الدنيا. من الدنيا؟ يا حبيبي انت لسه صغير على الكلام ده. يا ماما انتوا ليه دايما تقولوا انتوا لسه صغيرين؟ عشان هي دي الحقيقة. يعني لما اكبر هزهق اكتر. الزهق بيجي من الفراغ. انا ما عنديش فراغ، ولما ببقى فاضي بقعد ارسم. طب وليه مش بترسم ولا بتذاكر مادام سهران لغاية دلوقتي؟ ماليش مزاج. ايه الفايدة؟ بعد ما اذاكر هيحصل ايه يعني؟ هتنجح. وبعد ما انجح هاخد الاعدادية، وبعدين تدخل ثانوي، وبعدين تدخل الجامعة، واشتغل بما هي صغيرة، وما اقدرش اتجوز واكبر واموت. ايه الفايدة؟
يا تامر يا حبيبي، مسألة الشغل والماهية والجواز دي حاجات لسه بدري عليها قوي. انت عارف النجاح والتفوق هما اللي هيخلوك تحقق كل أحلامك، وفي الآخر برضو هموت. ايه فايدة الحياة مادام آخرتها الموت؟ موت ايه يا ابني يا حبيبي؟ مفترض ان بين الحياة والموت الانسان بيعيش فترة طويلة يقدر يحقق فيها حاجات كتير قوي، حاجات عظيمة لنفسه وللناس. للناس؟ الناس كلهم كذابين وخاينين ومنافقين. قول انت لسه متأثر من حكاية المتنبي والبحتوري وابو تمام دول؟ لا مش هما لوحدهم. امال مين تاني؟ في شعراء غيرهم مزعلينك؟ لا. طب قولي حبيبي، في حد ضايقك في المدرسة؟ لا انا متضايق لوحدي. ما هو مش معقول كمان يا تامر، اكيد في سبب مخبيه عليا. من غير سبب، انا عندي اكتئاب. اكتئاب في السن ده؟ طيب انا بقول تخش تنام، ايه رايك؟ خش نام دلوقتي وبكره نتكلم في حكايه الاكتئاب دي. ها اسمع، انا هعمل لك كوبايه لبن سخنه تشربها وهتلاقي اعصابك هديت ونسيت الاكتئاب ده. يلا يا حبيبي. ماما. نعم يا حبيبي. مين السبب في الطلاق، انتي ولا بابا؟ ما بلاش الاسئله دي دلوقتي يا تامر. بص الساعه كام؟ بكره حبيبي. يلا خش نام، انا هعمل لك الكوبايه اللبن. عنده اكتئاب. طلعت اشرب لقيته قاعد في الهول لوحده شارد. بكلمه ناقشني في الموت والحياه وقال لي انا مكتئب. بتكلميني الساعه واحدة بالليل عشان تقولي لي تامر عنده اكتئاب؟ طبعا لازم يجيله اكتئاب. الاولاد قاعدين يسمعوا منك طول النهار لستة الامراض النفسيه اتنقلت لهم بالإحاء. ده رايك؟ اصلك انت دايما تسطح الامور كده. تامر اتأزم عشان انت ما قدرتش تحل له مشكلته. هو اللي قالك كده؟ لا، لكن السبب الحقيقي بيكمن في اللا شعور. وبعدين انت مهمتك انت بقى تخليها تنط تبقى في الشعور. اتكلي على الله واعملي معاه كده، ده مش تخصصي. تصبح على خير. اكتشفت ان الحياه ملهاش اي معنى، لان كل الناس كذابين ومنافقين وغشاشين، واولهم سوسن اللي حبتها وخدعتها. الوداع تامر.
فضل انك تستنوا هنا شويه. هيفوق يا صلاح؟ ربنا يجيب العقاب سليمة. مش انت السبب في اللي حصل ده؟ انا اللي قلت له يبلع علبه فالينيل؟ لا، بس حطيت الكبريت جنب البنزين، وكل ما اكلمك تقولي لي اطمن، التربيه الحديثه ابصر ايه، التركيبه النفسيه مدرك ايه، وادي النتيجه. بترمي عليا المسؤوليه من غير ما تعرف اي تفاصيل، من غير ما تفهم الدوافع والاسباب. ترجعي تاني تقولي لي دوافع واسباب ومبررات؟ مش وقته، مش وقته، ربنا يستر. خير يا دكتور؟ الحمد لله اتحسن. ايوه وربنا ستر. ممكن ناخده النهارده؟ اما اشوفه تاني بعد الظهر اقدر اقول لكم. عن اذنكم. ليه كده يا تامر؟ ليه كده يا حبيبي؟ في حد عاقل يعمل اللي انت عملته ده؟ هانت عليك نفسك؟ انقذتوني ليه؟ انا مش عايزه اعيش. اعيش ليه؟ عشان مين؟ علشان نفسك ومستقبلك. في حد في الدنيا يتخلص من حياته عشان سبب تافه زي اللي كتبته في جوابك ده؟ قدامه سبب تافه. سوسن يأستني من الدنيا واللي فيها. سودتها في وشي بعد ما فرشتها لي ورد. فهمتني ان المستقبل مسدود. والفلوس هي اللي تكسب. والحب مستحيل. حب ايه ده انت وكلام فارغ في سنك ده؟ ده بدل ما تنتبه لمذاكرتك. احنا ادينا لك الحريه عشان تذاكر معاها. تقوم تحبها. ادي النتيجه ايه؟ أنا متهيألي نسيبه يرتاح شوية يا صلاح. أنت منفعل على الولد كده ليه؟ الولد صحيا ونفسيا لا يحتمل الهجوم عليه دلوقتي. تفتكر سيادتك إيه اللي ممكن أعمله وأنا شايفه بيضيع قدامي؟ تامر محتاج لمرحلة طويلة من العلاج النفسي السلوكي يا صلاح. الولد رومانسي. واضح جدا إن البنت صدمته في مشاعره. حالة إحباط تحول لاكتئاب أدى بيه للنتيجة دي. برافو، تحليل عظيم. ولما أنت عارفة إنه رومانسي ومعرض لهزة نفسية، ما حميتهوش من الأول ليه؟ مش الوقاية خير من العلاج؟ مش وقت تأنيب يا صلاح دلوقتي. المهم نبشر مسؤوليتنا ناحيته. أنا هحاول أعمل معاه عدة جلسات وأنت معايا، بس بعد ما استشير أساتذتي. إن شاء الله يخرج من الحالة دي. أهم جم. الحمد لله على السلامة يا تامر. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا تامر. الله يسلمك حبيبي. طارق، كوكي، سيبونا مع تامر لوحدنا شوية. حاضر ناوي. احنا مش هنلومك ولا هنأنبك، بس لازم تعترف معانا ان اللي عملته ده اكبر غلط وحرام. ساعتها ما كنتش عارف انا بعمل ايه، ما فكرتش في الصح والغلط. كنت حاسس انك في مشكلة مع نفسك ومش قادر تحلها، مش كده؟ كنت مخنوقة وأعصابي تعبانة، مش قادر انام. في الحالة دي كان لازم تلجأ لي يا تامر، او تلجأ لبابي وتصارحنا بمشكلتك. اتكلمت معاكي ما حلتيليش اي حاجه. عشان ما قلتليش الحقيقه. ما قدرتش. وما قلتليش انا ليه؟ ساعتها ما كنتش موجود. ما انا بجيلكوا كل يوم ساعه ولا اتنين وتسيبنا. تامر، انا وبابي خايفين عليك ومصلحتك تهمنا. عندك شك في كده؟ ايوه عندي. لو كانت تهمكم مصلحتنا ما كنتوش سبتم بعض. تامر، الموضوع ده ملوش اي علاقه بمشكلتك دلوقتي. لا له. ازاي عايزين تحلوا مشكلتي وانتم ما قدرتوش تحلوا مشكلتكم مع بعض؟ تامر،
متصوره اني هقدر اعالج مشاكلهم من غير ما احتاج لك. قصدك ركبتك العنجهيه ورفضت تعترف باهميتي. لو كانت تهمكم مصلحتنا ما كنتوش سبتم بعض. الموقف خطير، وفي النهايه دول ولادنا احنا الاثنين، يعني امانه في رقبتنا. ازاي هتحلوا مشكلتي وانتوا مش عارفين تحلوا مشكلتكم مع بعض؟ ازاي هتحلوا مشكلتي وانتوا مش عارفين تحلوا مشكلتكم مع بعض؟ مديحة، ايا كانت اسباب الخلافات اللي بيننا، انا عارفه انت هتقول ايه، الاولاد مالهمش ذنب. ما تتصوريش الازمه اللي مر بيها تامر دي، هزتني قد ايه. ولا كلامه عن اننا فشلنا في حل مشاكلنا؟ كان لازم نواجه خلافاتنا بهدوء وحكمه عشان ولادنا ما يضيعوش. انا حاولت من يوم ما انفصلنا وانا بعمل كل جهدي اقوم بدور الاب والام مع بعض، لكن لقيت انه مستحيل. مفيش حاجه في الدنيا تعوض غياب الاب، مش كده؟ لما انت عارف الحقيقه دي صعدت الخلاف بيننا ليه؟ تفتكري انا اللي صعدته ولا انت بتسلطك؟ انا عمري ما كنت متسلطه، انت اللي فهمتني غلط. كل الحكايه ان كان عندي وجهات نظر بعبر عنها. قصدك بتفرضيها؟ دراستك لعلم النفس خلتك تتصوري ان كل الناس مرضى نفسيين واولهم انا. اذا لبست كرافات حمراء ابقى ذوق متخلف وميل للالوان البدائيه، اذا وقفت قدام مرايه ابقى مصاب بنرجسيه، اذا زعلت منك ابقى مليان عقد نفسيه، اذا صالحتك وقلت لك انا محتاج لحبك وحنانك يبقى عندي ارتداد طفولي في الشخصيه. وادي النتيجه، كل حوار بيننا تحول لصدام لغايه ما اتطلقنا. ما تنساش انك برضو كنت سلبي، مهمل بيتك واولادك ومتفرغ بس لشغلك. برضو انت اللي فرضت عليا الموقف ده، اي اهتمام منك كنت بتقابليه بالتسفيه. كل اللي بعمله غلط، كل اللي بفكر فيه مش سليم نفسيا. واديني في الاخر احتجت لك، الاعتراف بالحق فضيله. انا اسفه. انا مش مصدق، اول مره من 15 سنه اسمع منك كلمه اعتذار. اساعدك لاعتذار؟ جدا. الله، يبقى انت عندك نوع من مديحة. طب بس دوق تارت شوكولاتة دي هتعجبك قوي قوي. هايلة، تسلم ايديكي. هو انت لسه دقتها يا بابي؟ طب اسمع، هديك حته من التورته دي هتاكل صوابعك وراها. وبلاش احنا بقى. طب هات طبق. اتعودوا دايما يا ولاد، بابي الاول. لا الحقيقه انتوا الاول يا ولاد، ده اللي خلى الشمل يتلم من تاني، مش كده يا تامر؟ كده يا بابا. تامر عاهدني اننا من هنا ورايح هنكون اصدقاء، اي مشكله هتقابله هيصارحنا بيها ونقعد نتناقش فيها لحد ما نحلها. وانا كمان. وانت كمان يا سيدي. انا عندي مشكله. مشكله ايه؟ عاوز بلاك فورس. بابي. نعم. بكرة الجمعة. أنا عارف. هتفسحني بكرة؟ لو بطلتش قهوة هفسحك. ما بطلتش قهوة من زمان. يا حبيبي بابي هيفسحك لو اعتمدت على نفسك ولبست مريالة المدرسة لوحدك. يلا حبيبي بقى روح البس عشان ما تتأخرش على الحضانة. حاضر.
ابي تعالى اقول لك حاجه. احنا اتفقنا انا مش هساعدك في لبس المدرسه. انا مش عاوزك تساعدني، انا عاوزك في حاجه تانيه. يلا بقى. عاوز ايه؟ تعرف تلبس القميص بالمقلوب؟ القميص ايه اللي جابه هنا؟ جرب بس تعرف تلبسه بالمقلوب. في حد يلبس القميص بالمقلوب يا كوكي؟ عشان خاطر يا بابي، دي لعبة حلوة عشان خاطر يا بابي. حاضر. يلا بقى. حاضر. كل ما يقول لك حاجه تعملها؟ لا طبعا، انا تصورت انها لعبه، حبيت ارضيها عشان تحصل الفه بينا. انت كده احرجتني واديت الولد فرصه انه ينتصر عليا. يعني كنت عايزه اعمل ايه؟ ترفض من الاول او تتعلم تربط زراير القميص من ورا. اربطها ازاي؟ دي صعبه جدا. الولد فعلا عنده حق. ده بدل ما تبقى قدوه ليه، مفيش قدامك دلوقتي غير انك تتدرب على ربط الزراير من ورا. مفيش فايده، عمرها ما تتغير. ولما علي بابا شاف اللصوص خرجوا من المغارة نزل جري من فوق الشجرة وراح واقف قدام الصخرة الكبيرة دي وقال بشجاعة: افتح يا سمسم. باب المغارة راح مفتوح، دخل علي بابا على المغارة، بص لقى كنوز قدامه، ذهب وياقوت ومركان. جري علي بابا جاب حتة حرير كبيرة وراح مليها بالمجوهرات، وقف قدام الباب المغارة وقال: افتح يا سمسم. الصخرة الكبيرة انفتح فيها باب وراح خارج يجري جري على بيته، وبقى فرحان هو ومرجانة بالمجوهرات. ميس عاوز ايه؟ هو علي بابا خد كنز الحرامية؟ ايوه. والحرامية جابوا الكنز منين؟ سرقوه. من مين؟ من الناس. وعلي بابا سرق الحرامية؟ علي بابا ما سرقش، ده لقاهم رجعهم للناس ولا خدهم؟ خدهم. يبقى علي بابا راجل حرامي؟ لا، علي بابا راجل طيب. امال ليه ما وداش الفلوس للبوليس؟ لانه ما كانش يعرف مكان الاسم. ازاي بقى اذا كنت انا عارف مكان الاسم؟ قلتلك علي بابا راجل طيب. لا، علي بابا حرامي. طب امشي اطلع بره الحضانه وما تجيش هنا الا معاك باباك. يلا. مالك يا كوكي؟ المستر رضيته. المستر رضيتك ليه؟ لازم رجعت تضرب سامح تاني. لا يا بابي، انا ما ضربتوش. امال ايه اللي حصل؟ المستر رضيتك ليه؟ عشان علي بابا. علي مين؟ علي بابا اللي سرق الكنز من الاربعين حرامي. الناس بتقول عليه اللي هو راجل طيب، وانا قلت لها اللي هو راجل حرام عشان ما خدش الفلوس وداها للبوليس، راحت طردان. من حق يا بابي، علي بابا راجل طيب. هو الحقيقة
هو يا حبيبي كان ناوي يسلمها للبوليس بس. بس ايه؟ حصلت ظروف. ظروف ايه؟ روح دلوقتي اوضتك هاكلك وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. هنعمل ايه في المشكله دي كمان؟ والله انا شايفه ان كلام كوكي منطقي ومعقول. انت تروح بكره معاه الحضانه. ايوه بس اقول ايه للميس دي كمان؟ مش معقوله تقدر ترجع في كلامها وتقول للعيال ان علي بابا حرام. حتى لو تراجعت كوكي هيفقد الثقه فيها ومش هيصدق منها اي حاجه بعد كده، وفقدان الثقه هيؤدي. لا 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 لا، وعلى ايه؟ انا هقابلها وافهمها ان اسلوبها معاه ده كان غلط. كان المفروض تناقشه بهدوء بدل ما تطرده. وحاول تخليها تعيد المناقشه تاني مع كوكي في وجود زمايله، تسمع وجهه نظره ووجهه نظر الاطفال، يعني تخلق نوع من الحوار الديمقراطي. ده مهم جدا للصحه النفسيه للطفل يا صلاح. حاضر. بس حاجه غريبه قوي، انا فاكر حكايه علي بابا دي ما اعترضتش عليها خالص لما كنت صغير. ما تنساش يا صلاح إن كوكي ذكي جدا. مديحة. طلعت الجنية من البحر راكبة الحصان الطاير، وراحت داخلة على حسان في أوضة النوم بتاعته ونايم على السرير، خطفته ومشيت. صباح الخير. مش معقول يا أستاذ، مش معقول ابنك ده أبدا، مش ممكن يكون طفل. روحي كوكي العب مع زمالك هناك. من فضلك يا مدام. أنيسة من فضلك. من فضلك يا أنيسة، ممكن نتكلم بهدوء. أنا خلاص حطيت صوابعي في الشق منه، مش معقول لسه ما طلعش من الأرض وعقدني في عشتي. قادر أفهم يا فندم، هو عمل إيه بالظبط؟ مصر يا أستاذ يحرجني قدام الاطفال. انا اقول علي بابا راجل طيب، هو يقول علي بابا راجل حرامي. المشكله كان ممكن تتحل ببساطه لو حضرتك قلت للاطفال ان القصه انتهت بان علي بابا سلم الفلوس للبوليس. بس ده ما حصلش. عايزني اكذب؟ تكذبي ايه؟ دي قصه خياليه زي الجنيه اللي طلعت من البحر. خياليه مش خياليه، هي كده واتعلمناها كده. انا اللي بعلم الاطفال مش هم اللي بيعلموني يا استاذ. ما انت بتعلميهم غلط. لا انا ما اسمحلكش ابدا، لو مش عاجبك خد ودي حضانه تانيه. قول ورايا يا اطفال، علي بابا راجل طيب. 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 مش ممكن التخلف ده، الولد كده هيصاب بأزمة نفسية، أنت عارف ده معناه إيه؟ عارف، معناه إن كوكي هتحصل له بلبلة ويفقد القدوة أو المثال، صح؟ صح، وبالتدريج يفقد القدرة على التكيف مع المجتمع أو حتى مع نفسه، ويصبح فريسة للمرض النفسي. ده غير إنه هياخد مني موقف ومش هيحترمني، لأني ما قدرتش أوصل لنتيجة مع الميس بتاعته. وبعدين هنعمل إيه؟ تمام. عاوز إيه؟ فين طارق؟ في النادي. وانت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف برسم. مش هتقوم تنام؟ لا. ليه؟ مش عاوز انام. بابي بيقول النوم بدري كويس. بالليل مش بالنهار، ممكن تسكت بقى؟ تامر عايز ايه تاني؟ ممكن تجيب لي اشرب؟ وانت صغير؟ ما تروحش انت تشرب ليه؟ مش بطول اجيب الكوبايه. مفيش فايدة، الواحد مش هيعرف يعمل حاجة في البيت ده أبدا.
وريني ايدك. ايدك التانية بتسرق قدامي. مامي بابي سيد بابي. ايه في ايه؟ ظبطته بيسرق فلوسه من بنطلون طارق. لا يا كداب انا ما زرعتش. انا مش كداب، الفلوس هي خدتها من ايده. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت انت ده انا هموتك. مش ماما بتدي لك مصروف؟ بتمد ايدك ليه؟ مصروفي خلص وكنت عاوز اشتري شوكولاته. وما جيتش تقول لي ليه وانا اديك؟ بتسرق ليه؟ انت مش عارف ان السرقه حرام وجريمه كمان؟ الحرام اللي بيسرق بيدخل السجن، فاهم؟ الحرام راجل طيب ومش بيروح السجن. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده يا ولد؟ انا عارف، علي بابا سرق وما راحش السجن. امشي امشي خش جوه. اياك تعمل كده تاني. انحرف يا صلاح، بقى شخصية مش سوية. ايه ده يا مليحة؟ ده موقف عرض وان شاء الله مش هيتكرر. لا يا صلاح، ما تحاولش تبسط الامور، انا دارسة وفاهمة، دي مجرد بداية، الولد لازم يتعمل له سايكو اناليسز. يا مديحة كوكي عمل كده بسبب غلطة المس، رد فعل سريع، انتهى بمجرد عقابنا ليه. العقاب مش كفاية، لازم يقتنع يا صلاح ان علي بابا ده خد جزائه. مش حر طليق عمال يتمتع بالفلوس المسروقة هو والست مرجانة بتاعته دي. وانا خليه يقتنع بكده ازاي بس؟ مش عارفة. اسمع انا جاتلي فكرة. ايه هي؟ احنا ناخد كوكي لأقرب اسم بوليس ونخلي الضابط يعمل محضر سرقة ضد علي بابا ويتكلم في التليفون ويؤمر بالقبض على علي بابا قدام كوكي. ايه اللي بتقوليه ده يا مليحة؟ انت اكيد عندك هلاوس مرستانية. يا اخي افهمني، دي حيلة هنعملها بيننا وبين الضابط. قصدك كده وكده يعني؟ اي بس ازاي افهم الضابط وكوكي معانا؟ ودي مشكلة. هنستناك انا وكوكي برا الاسم، انت هتخش للضابط لوحدك تشرح له الموقف وبعدين الضابط يعمل الاجراءات قدام كوكي. ايه رأيك؟ فكرة عبقرية. دي واحدة هشوف الظابط موجود ولا لا. بابي خدني معاك، عاوز اشوف على بابا وهم بيقبضوا عليه. اه يا حبيبي، ما هو هيخليك تشوفه بس هو يتاكد ان الضابط جوه الاول. بابي هم هياخدوا كام سنه سجن؟ مش اقل من 10 سنين. يستاهل. ومرجانة؟ مرجانة هتاخد 5 سنين. ليه؟ مش هي سرقت معاه؟ لازم تستاهل 10 سنين زيه، صح؟ صح. بابي هم هيقبضوا عليهم فين؟ هم يعرفوا بيتهم؟ اه طبعا طبعا يعرفوا بيتهم اكيد. خليك انت بس مع مامي وانا راجع على طول. الظابط في الاوضه دي يا بيه. يا سعاده البيت، كل الناس في السمات بتبيع الازازه ب 20 و30 قرش زياده، وفي الكازينوهات بجنيه، ويقولوا لك سعر سياحي. ما كل الناس بتهلي، مش معنى انا. اخلصي يا بت، حطها في الحجز. ما تروق يا عم وبلاش الحاج، تاخد لك واحده. انا مظلومه سعاده البيت، وشرفك ما لبستها يا سعاده البيت، دي وليها مفتريه. هي اللي خبطت راسها في الحيط عشان توديني في حديد وتاخد هي الشقه حسب القانون الجديد. كداب في اصل وشك، الوابور اللي ضربني بيه هيعطيش الظابط. اتلقى عندك انت وهي. السلام عليكم. ادي عقد الايجار يا حضره الظابط. ليه افتح وشت العمر وسكن الشقه الاربعه غيري وهرب؟ انا يا بيه بحملكم المسؤوليه لو ما قبضتوش عليه. هي مش الشرطه في خدمه الشعب يا بيه؟ طب اقعد عندك دلوقتي. سلام. الو؟ ايوه يا فندم. تمام يا فندم. ابدا والله، الكمين كان محكم جدا يا فندم.
مش ذنبي يا فندم. حاضر يا فندم. السلام عليكم. نعم. أنا صلاح سليمان، محاسب في شركة. خلصني، هات من الآخر. باختصار أنا عايز أحرر محضر سرقة. ضد مين؟ ضد علي بابا. ضد مين يا أخويا؟ علي بابا. علي بابا مين؟ علي بابا اللي سرق الكنز من الأربعين حرامي، وبدل ما يسلمهم للبوليس اتمتع بيهم هو ومرجان. حضرتك طبعا عارف الحكاية دي. أصل الحكاية نكوكي إبزي. أهلا. أهلا بيك يا فندم. الأب اللي حكيت لهم حكاية علي بابا في الحضانة، تصور حضرتك قلت لهم إن علي بابا راجل طيب. لا يا شيخ، وانت بقى شايف ايه؟ شايف انه لص اثيم طبعا. الحقيقه كوكي ابني هو اللي استنتج الحكايه دي، وبناء على ارحمنا يا رب، ما انا كنت ناقصك انت كمان. ثلاثه بالله العظيم انا اللي هروح الخنكه منك ومن امثالك يا محسن. يا فندم افهمني. لا اخف الحجز، بكره نعرضه على النيابه ويترحل على مستشفى الامراض العقليه. سيبني، الموضوع فيه لبس. فهمت يا سعادة المهم، الأرض هي اللي غلطانة، عشان كده كوكي انحرف بقى شخصية سيكوباتية من وجهة نظر مديحة. مديحة أستاذة في علم النفس، أحسن واحدة تفهم في أصول التربية الحديثة وعلاقتها بالنمو العقلي للطفل. قبل كده اكتشفت إن تامر عنده فجوة بين القدوة والواقع. بسبب إيه؟ المتنبي وأبو تمام والبحتوري طلعوا منافقين، النفاق أساس كل الشرور. طارق بقى عنده مارادونا هو الملك وحكش حديد. سيادتك طبعًا عارف إن التربية الحديثة لازم تكون. سيبني سيبني، أنا مش مجنون. روحوا تسيطروا على علي بابا، قبضوا على علي بابا، حكموا علي بابا، حكموا علي بابا.